حضر اليوم السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة ومؤسسة مصر الخير، ويستهدف البروتوكول دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد كوادر فنية مؤهلة ومتخصصة من الشباب وتشجيع ريادة الأعمال في عدد من القطاعات الصناعية المختلفة. وقع البروتوكول المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، والمهندس علاء الدين إدريس الرئيس التنفيذي لبرنامج إدراك بمؤسسة مصر الخير. الإيجابيات واضحة، هذا البروتوكول هدفه أن تساهم وزارة الصناعة مع مؤسسة مصر الخير في تدريب الشباب عن طريق اكتساب قدرات وكفاءات إنتاجية مش موجودة، فضلا عن التأثير على الآثار البيئية لهذا المشروع. فهذا المشروع يهدف إلى استخدام بقايا أو فضلات المحاجر لاستخدامها في عمليات موزاييك، يمكن أن يستخدم في عمليات البناء. فأولا هذا المشروع يقوم على التدريب والتأهيل للشباب، وبالتالي يفتح أمامهم فرص عمل. ثانيا هذا المشروع يركز على محافظات الصعيد بالتحديد، وبيبدأ في المنيا وهي محافظة غنية جدا، وله آثار بيئية مهمة. وزارة الصناعة من خلال مركز الصناعة للتكنولوجيا والابتكار تتعاون مع مؤسسة مصر في عملية التدريب والتأهيل للشباب، وفي الاتصال بجهات أجنبية مختلفة لتدريب المدربين، والمدربين هيكونوا مدربين مصريين من وزارة الصناعة، هيدربوا الشباب على الموقع في هذه الحالة، وهو المشروع الأول في المنيا لتدريب الشباب على التعامل مع مكلفات المحاكم.